كثرة الزلازل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. أخرجه البخاري. ومن بين هذه العلامات التي وردت بكثرة في الأحاديث النبوية نجد الزلازل. حسب ما أورده مركز الإعلام القومي الأمريكي للزلازل، وقع في عام 1990 فقط 20,832 زلزالة. ونتيجة لهذه الزلازل فقد عشرات الآلاف من الناس حياتهم، وهذا العدد يعتبر مرتفعا جدا بالمقارنة مع السنوات التي سبقت. وعند النظر في كثرة الزلازل وارتفاع القتلى نتيجة ذلك، نتذكر مرة أخرى الأحاديث التي تتحدث عن دلائل آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة مواتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. أخرجه أحمد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل، أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل. تعالوا نتكلم عن كثرتها وعن سبب ذلك، وأيضا سيكون معنا إحصائية لعدد الزلازل التي وقعت خلال 1000 سنة تقريبا. أجريت دراسة علمية عبر أساتذة في الجيولوجيا وعلم الأرض، درسوا هذا التصدع وحاولوا أن يعرفوا خلال السنين الماضية عبر دراسات حديثة وأجهزة متطورة كم عدد الزلازل التي وقعت. شوف سبحان الله، لتزداد إيمانا، خلال السنوات ما بين 671 و697، يعني قول 800 مثلا أسهل الحساب، ما بين 671 إلى سنة 800، يعني 130 سنة تقريبا لم يقع خلالها إلا 3 زلازل. طيب، ثم انقطعت الزلازل قرنين كاملين، 200 سنة ما صار ولا زلزال، حتى جاء عام 997، يعني قل عام 1000 تقريبا للميلاد، إلى عام 1100. خلال 100 سنة هذه وقعت فقط 3 زلازل خلال ال100 سنة، ثم انقطعت 246 سنة لم يقع زلازل على وجه الأرض. ثم في عام 1346 وقع زلزال، وفي عام 1480 وقع زلزال، ثم توقفت الزلازل عن الأرض 300 سنة. طيب، ثم عادت للنشاط ما بين 1812 لما اقتربنا من آخر الزمان، وما بين 1857. شوف الآن الزلازل التي خلال السنوات الماضية كلها ما تتعدى ولا 10 زلازل. شوف الزلازل يا جماعة اللي في 2010، في الشهر الثالث في مارس ضربت تشيلي زلزال على مقياس ريختر 8.8، يعني تقريبا 9، قتل فيه أكثر من 100,000 قتيل. هذا غير مئات أو آلاف البيوت التي دمرت، خسائرها بلغت 22 مليار دولار. في شهر 2 من أو في تاريخ 2 من شهر أبريل 2010 أيضا ضرب زلزال انهيارات أرضية، وصارت شوارع تحولت شوارع إلى أنهار في الصين أيضا. ثم ضرب زلزال المكسيك، هذا كله 2010 على مقياس ريختر 7.2. أيضا في أبريل نفس الشهر ضرب زلزال شنغهاي في الصين على مقياس ريختر 7.1، قتل فيه آلاف الناس ودمر 11,000 المنزل. ثم ضرب أفغانستان مقياس ريختر 7.6، ثم ضرب الصين مرة ثانية وقتل مئات الناس أيضا في شهر 5 ميلادي. ثم في شهر 6 ميلادي من 2010 ضرب الصين وانهيارات أرضية في 42 مدينة وآلاف المنازل. يا
يعني هذا يا جماعه فقط في شهر 3 و4 و5 و6 من 2010 فقط 4 أشهر شوف الزلازل التي وقعت. بينما لما عرضنا السنين الماضيه يمر 300 سنه ما وقع زلازل، يمر 200 سنه ما وقع زلازل. ليش الزلازل يا اخي كثرت في اخر الزمان؟ هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يقبض العلم وتكثر الفتن، قال وتكثر الزلازل. وقول عليه الصلاة والسلام تكثر الزلازل هذا أمر واقع، وقد ذكرنا إحصائيات بالتواريخ. كثرة الزلازل الآن هي أيضا من علامات نهاية العالم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما هالها نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها